السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في سي بي سي بنا. معكم ياسمين. اليوم حنقدم لكم لي تارتيلات دوسور. نشوفوا المقادير ونرجعوا من بعد. كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، في المقادير عندنا ان سابلي بغوطون اللي هو حيكون القاعده، وعندنا اون كريم ديبلومات اللي حتكون هي لا غارنيتور تاع لي طارت تاعنا. حنا الحاجه الاولى اللي حنبداو بها هي بلا كريم. حنا هنا نجبد باك اون كاسرول، هي جينيرالمون نبداو توجور بلي فون دو طارت، مي بصح اليوم راح نبداو بلا كريم على خاطر لا كريم تاعنا لازم تكون بارده. فوالا، هنا الحاجه الاولى اللي نديرها نحط الحليب تاعي يدفى. عندنا هنايا لي جون دوف، صفار البيض، عندنا السكر، نجيب ان فوي ونخلطهم. كيما شفتوا معنا لا كريم تاعنا هي اون كريم ديبلومات. لا كريم ديبلومات هي عباره على كريم باتيسيير نزيدو لها كميه تاع لا كريم مونتي. بيان سور هنايا لا كريم ديبلومات تاعنا لازم باش نحضروها لازم لا كريم باتيسيير تكون بارده. هنايا راح نزيد لا مايزينا. هلا نهبطوا كاع الكميه تاعنا تاع لا مايزينا. كيما قلت لكم لا كريم ديبلومات تاعنا هي عباره على كريم باتيسيير، ولا كريم باتيسيير نعرفوا بلي كي حطيب سور لو فو. هنا واش راح نديروا؟ راح نزيدوا لها كميه تاع لا كريم مونتي، لا كريم يعني كريم فخاش نطلعوها. لا كريم فخاش كي نطلعوها بيان سور راح تكون فريجيدار، راح تكون بارده. وعلاه قلت لكم نوجدوا لا كريم هي الاولى باش كي نخليو لا كريم باتيسيير تاعنا تبرد مليح، هذاك الوقت نقدروا نديروا لها لا كريم مونتي. علاه؟ باش ما تضرناش. فوالا، هنايا بعد ما نخلطوا السكر والصفار البيض والمايزينا، الحليب تاعنا راهو تفى شويه، نفرغوه من الفوق. بسم الله، نفرغو و ميم طون نحركو. فوالا، حتى نكملو كاع الكميه تاعنا تاع الحليب. فوالا، كي نتاكد بلي صفار البيض والسكر والمايزينا تحلوا لي بيان في الحليب اللي درتو، نعاود نرجع الخليط تاعي في الكاسرونه ونرجعها فوق النار. بسم الله، هنا نرجعوها فوق النار ونحركوها حتى تعقد لنا. On va juste débarrasser en parallèle. Voilà. لا كريم تاعنا نقعدو نحركو فيها بالعقل حتى تعقد. كيما شفتو عندنا لا مايزينا هي لو رول تاعها هي اللي راح تعقد لنا لا كريم. هنا لا كريم تاعنا خليناها ناتوريل، ما درنا لها حتى حاجه. تقدروا ديروا فيها اون غوز دو فاني ولا لا فاني اون بودر يعني بور لاروماتيزي. كيما تقدروا ديروا فيها اون بات داروم، تقدروا ديروا بات داروم بيستاش بيسك عندنا لا بيستاش بور لا ديكوراسيون. يعني كل واحد ولو شوا تاعو. انا جي بريفيري نخليها ناتوريل يعني هكذا عاديه، وكل واحد والاختيار تاعو. حنا هنا دوكا نقعدو نحركو فيها حتى تعقد لنا. كيما قلت لكم لازم نخليها دوكا لا كريم تاعي بعد ما تعقد راح نرجعها دون ان ريسيبيون اون فالا فيلمي وندخلوها فريجيدار نخلوها تبرد لو طون لي نوجدو لو سابلي بغوطون. من بعد هذاك الوقت ندخلو سابلي بغوطون تاعنا يطيب. كي يطيب لنا نعاودو نرجعو لا كريم ونزيدو لها لا كريم مونتي. هنا نقعدو نحركو فيها حتى تعقد لنا.
هلا كيما راكم تشوفوا معنا لا كريم تاعنا راهي تقالت بدات تعقد. كيف نعرفوها عقدت؟ كي نشوفوها بدات دير لنا شغل فقاعات هكذا دي بول سور لي كوتي. هنا نحيها. واش راح نديروا؟ عندنا كيما شفتوا معنا في المقادير عندنا 50 غرام تاع الزبده، نزيدها دوكا. هلا ونحركها. بيان سور لا كريم تاعنا راهي سخونه، سي توت افي نورمال، دوك الزبده تذوب فيها رابيدمون. هنا واش راح ندير؟ كيما قلت لكم لا كريم لازم تبرد، راح نرجعها في ان ريسيبيون، نجبدو باك ريسيبيون هلا ونفرغوها لداخل. بسم الله. بيان سور لا كريم تاعنا قبل ما ندخلوها في الفريجيدار لازم نغطيوها. نجيب باك فيلم اليمونتير، نديرو فيلم اليمونتير فوق لا كريم. كاينه برك حاجه لازم يفو فيلمي او كونتاكت. واش معناها؟ معناها اون با فيلمي بهذه الطريقه، ما نديروش لو فيلم اليمونتير جوست فوق لو ريسيبيون، لازم ندخلوه يعني او كونتاكت مع لا كريم. علاه نديرو هذه الطريقه؟ ما نديروش يعني كما قلت لكم هكذا باش لا كريم تاعنا ما تجيش فيها اون كروت من الفوق. كي نديرو لو فيلم اليمونتير جوست فوق لا كريم رايحه تيفيتي يعني باش نتفاداو هذيك لا كروت، باش ما تجيناش من تحت تكون ليس ومن الفوق تجينا شغل قشره، و اون ميم طون باش ما تكونش عندنا ما تربلناش لا باكتيري في هذه لا بارتي. انا ندخلها دوكا فريجيدار نخليها تبرد. دوكا نعاودو نوليو لا دوزيام بارتي اللي هي لو سابلي بغوطون. لو سابلي بغوطون تاعنا كيما شفتو انا حضرناه ديجا في حلقات سابقه، معليش نزيدو اليوم عندنا نحضروه. عندنا هنايا الكميه تاعنا تاع الزبده 110 غرامات، نخدموهم مع 3 صفار بيض. هلا نحطو دوكا صفار البيض والزبدة تاعنا تتخلط شوية. دوكا واش نديرو؟ نهبط باك هذه شويه زبده اللي قعدت لنا هنا سور لو كوتي، ومام ندني يعني سور لي كوتي يعني الزبده تطلع لنا كي نكونو نخلطو فيها بالبيترين، سورتو كي تكون عندنا كميه صغيره يعني دو بريفيرونس لازم اشاك فوا نديروها ندنيوها. نكملو بالسكر، نعاود نشعل البيترين تاعي باش يدخل السكر داخل الزبده والبيض. هلا دوكا لي زاليمون تاعنا هادو ما ثلاثه تاع صفار البيض والزبده والسكر متخلطو مليح. دوكا نزيدو يعني المواد الناشفه اللي قعدت لنا. اللي عندنا الفرينه، عندنا اون بانسيت سال ابوبخي 3 غرامات. حنا علاه نديرو لا بانسيت سال؟ هو لو سابلي بغوطون لاسبي تاعو يجي شويه يعني كي ناكلوه تجي فيه شغل ملوحيه. دوكا حنا واش هي نورمالمون الزبده تاعنا هي يكون فيها، نجيبو زبده فيها بورسونتاج تاع لو سال يكون يعني عالي شويه. كي ما تكونش عندكم كاين سيغتان مارك اللي عندها الزبده تكون فيها نسبه الملوحه عاليه، اللي ما يصيبش هذيك الزبده بيان سور ديرو كيما درت انا اليوم، درت زبده عاديه ودرت لها قرصه ملح ابوبخي واحد 3 غرامات. عندنا هنايا لافاني، نجيب باك اون كويير، نديرو اون كويير دو فاني. كيما شفتو انا درت ابوبخي دو كويير يعني لافاني تمد ريحه مليحه سورتو مع لي زو باش نيفيتيو ريحه البيض. وعندنا هنايا لا ليفور شيميك، عندنا 10 غرامات ابوبخي يعني سي ان باكي دو ليفور شيميك. بيان سور لافاني تانيك
نعرفوا ميم لا ليفور تعطينا شويه بنه تعطينا تانك شويه ريحه على هذيك دو بريفيرونس واحد يدير لافان يعني عفوا يدير لافاني تاعو بكميه يعني مليحه هكذايا بوغ ايفيتي كاع هذوك لي موفيز اودور ولا لي موفي غو. عندنا هنا لا فارين تاعنا نزيدوها فوالا نعاود نشعل على البيتخان تاعي ونخلي باقي العناصر هادو ما يتخلطوا مع لا بروميير واش درنا لا بروميير فوا. فوالا كيما راكم تشوفوا معنا الخليط تاعنا راهو تخلط. دوكا هنا واش راح نديرو؟ رايحين ندريسيو يعني الصابل بروتون تاعنا اون بوش هادوي. هنا راح نحي برك الفوي تاعي دوك كيما تشوفوا معنا لاسبي تاع لو صابل بروتون طري كيما راكم تشوفوا يعني ما نقدروش ندريسيوه بيدنا سي بور سا نديروه بلابوشادوي هي اللي تقدر تسهل علينا الطريقه. هي كاين عده وصفات تاع صابلي بوطون كاين اللي كيما درناه اليوم لي اون فالو دريسي افيك اون بوشادوي وكاين ميم لي اون لو دريس افيك يعني نحلوه بالحلال نديرو فون دو طارت ونحلوه بالحلال جوست كو هذاك اللي نحلوه لازم له فريمون ان طون دو روبو لازم فريمون يريح باش نقدرو نحلوه. فوالا كيما راكم تشوفوا هاي لا كونسيستانس تاعنا تاع صابل بروتون تاعنا ها اليوم فوالا هنا نقطعوا باك لا بوش هادوي تاعنا. هنايا انا جي شوازي دي سيركل بيان سور لي فون دو طارت توجور يكونوا صغار. هنا عندي دي سيركل عفوا صغار وهنا عندي ان سيركل عفوا شويه كبير. حبيت ندير لكم اون طارت شويه كبيره وصغار باش تشوفوا لا ديفيرونس ا بوبري كيفاه يبانوا. هنا اون فادريسي في لي سيركل تاعنا بسم الله كيما كنت تشوفوا معنا راني ندريسي يعني بطريقه عشوائيه ماشي اوبليجي يكونوا يعني طريقه مزقمه خطر عليه كيما شفتوا لاسبي تاعها طريه مي بصح شويه ماشي طريه طريه بزاف. دوك تشوفوا كيفاه نديرو حنايا هنايا نجبدوها نفرغوها يعني بلابوش هادو اللي يحب يديرها بلا كويغ يديرها ودوك نجبد الماء ودوك تشوفوا كيفاه نكملوا لو دريساج تاعها. سي بور سا راني غير نجوز برك ابوبخي في لو سيركل هكذايا وما تنساوش كيما قلت لكم عندنا 10 غرامات تاع لا ليفور شيميك سي تادير راح تتنفخ ماشي اوبليجي ديروها يعني ديروها عاليه. ندير تانيك هنا في لي فون دو طارت صغار هنا نزيدو بهذه الطريقه كيما قلت لكم اون فال ادريسي بلا كويير هنا نجبد برك ان ريسيبيون عندي شويه ما نجبد اون كويير فوالا لا كويير تاعي نشمخها في الماء ومن بعد اون فاليسي دي فون دو طارت. علاه نديروها في الماء؟ خاطر لو كان نوتيليزيو ديريكت لا كويير فوق العجينه راح تلصق لنا تما الماء هذايا يفا ايفيتي باش ما تلصقناش في لا كويير و او ميم طون هو اللي يعاونها باش لا بات تاعنا تمشي. اون فاليسي كاع لي فون دو طارت كيما قلت لكم ما ديروهمش عاليين بزاف
puisque فيهم لا ليفور كيميك يعني كون تزيدوا تعليهم وزيدوا يتنفخوا حيكونوا فريمون بزاف عاليين سي بور سا لازم ديروهم يعني يجيو لا مواتي تاع لو مول باش كي يطلعوا يطلعوا يعني في القيس اللي حبيناه هنا زكموها مليح فوالا دوكا نديرو هادو ما صغار هالا كيما شفتوا معنا اون ادريسي لي سابلي بروتون تاعنا في لي مول دوك ندخلوهم للفرن على درجه 170 لمده 10 دقائق انا دوك ندخلهم للفرن تاعي نذكركم باللي درنا لا كريم باتيسيير حطيناها في الفريجيدار خليناها تبرد شويه قلت لكم باللي باش نديروا اون كريم ديبلومات لازمنا كريم باتيسيير مع اون كريم مونتي لازم لا كريم باتيسيير تاعنا تقعد لازم تكون بارده تبرد لنا مليح باش هذاك الوقت نقدروا نخلطوا لها لا كريم شانتيي اللي عندنا يعني لا كريم مونتي اللي عندنا دوك انا نطلع لي عفوا ندخل لي فون دو طارت تاعي للفرن نخليكم فاصل قصير قسمه يطيبوا لي فون دو طارت ولا كريم تاعنا تكون بارده ونعاودوا نرجعوا لكم من بعد باش نكملوا لو مونتاج تاع لو غاتو تاعنا ابقوا معنا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم نعاود نذكركم واش درنا قبل الفاصل كنا وجدنا لو صاب لي بروطون حطيناه يطيب كما كنتو تشوفوا هاي لا كولور تاعو كيفاه يكون شفتوا بلي اون لادريسي يعني هابط مع لا ليفور تنفخ عندنا لا كريم باتيسيير كنا حضرناها من قبل خليناها بردت انا هنا واش درت خلطتها شويه شفتوا بلي لو فيلم اليمونتير باش يفيتي لكم لا كروت برك عاود هنايا خلطناها بيان كما كنتو تشوفوا كنا حضرنا مع الاول كما قلت لكم عندنا لا كريم مونتي كنا طلعناها هنا حنزيدها لا كريم شونتيي هنا باش تعرفوا برك الكميه شحال عندكم تاخذوا الكميه تاع لا كريم فريش لا كريم فريش هذيا هي لا مواتي تاع لا كريم باتيسيير اللي عندكم نجيب باك اون كويير فوالا نزيدها هنايا كما قلت لكم لا كريم باتيسيير كي نزيدو لها لا كريم مونتي نتحصلوا على اون كريم ديبلومات هذه لا كريم ديبلومات كما شفتوا حنديروها في فون دو طارت يعني في لي طارت نقدروا نوتيليزيوها في لي فيرين نقدروا نديروها في لي زونترومي يعني عندها بزاف لي زوتيليزاسيون اللي نقدروا نخدموا بها هنا تخلطوها هي لا بارتيكولاريتي تاعها تقدروا ميم من بعد كي تسيوها تذوقوها تصيبوا بلي سي اون كريم باتيسيير اليجي معناها خفيفه تجي خفيفه تعرفوا بلي لا كريم فريش تعطي ليجيرتي لي موس لي كريم كامل فوالا هنايا انا خلطناها دخلت بيان مع لا كريم فريش هنا حنحطوها دون اون بوش ادوي معليش نعاودو نوتيليزيو نفس لا كويير وراح ندير بها راح ندير لا ديكوراسيون فوق لي فون دو طارت تاعي هنا درنا ان سابلي بروتون تقدروا تيتيليزيو دي فون دو طارت عاديين بلا بات سابلي ولا لا بات بريزي انا جو بريفير لو سابلي بروتون خاطر لو سابلي بروتون عنده اون سيرتين بارتيكولاريتي سي كو يجي كروستيون برا والداخل يجي خفيف حنا نعمرو فوالا صافا هنايا يكفيني هنا اون فا فير دي روزا سامبل فوالا نبداو بالكبيره بسم الله كيما كنتو تشوفوا ميم لا كولور تاعها تمد اون سيغتان كولور فريمون شابه بارابور لا كريم باتيسيير وحدها يعني لا كولور تاعها تبان شابه ميم لا تيكستور تحسوها بلي هي فريمون ليس هي ليسونسييل برك لا كريم تاعكم لازم تبرد
فوالا نزيدو نكملو. نديرو دوكا هادوما الصغار. On va faire plusieurs décorations. هكذايا باش كل واحد يدير لو شوا لي يحبو. نديرو لاميم كيما درنا الكبيرة نديروها في الصغيرة. هادو لي غوزاس نديرو وحدة تكون شكل دائري ونديرو بهذه الطريقة. فوالا هنا بعد ما درنا لا كريم دوكا هنايا كيما قلت لكم طارت لا دوسور معناها فيها لي فروي روج. هنا نجيب موس برك لي طارت تاوعنا هادوما سيتادير يكونوا فيهم غير لي فروي روج. حنا واش عندنا متوفر عندنا لي فريز وعندنا لي سوريز لي صيب الميرتي لي صيب فرامبواز يقدر يدير واش يحب. حنا هنايا نديرو لي سوريز تاوعنا ندير نصحب فريز فوالا لا ديكوراسيون يعني كل واحد وكيفاه يحب يديكوري. بون نديرو تانك الكبيره. حنا هنا اليوم عطيت لكم درت لكم يعني اون فورم وحده كبيره والصغار باش هكذا كل واحد يعني فوزوري اون ايدي كل واحد وكيفاه يحب يديرها من بعد. بيان سور لا ديكوراسيون انا هنايا نعطيكم يعني كيما نقولوا فكره خفيفه وكل واحد يدير لا ديكوراسيون اللي كيما تخرج عليه وكيما يحبها. فوالا نديرو لي سوريز هنايا كيما تعرفوا دائما كي يكونوا عندنا فاكيا لازم دائما اون لي بادي جون بلا جولي ندهنوهم بلا جولي. لي يحب يدير يسبودري فوقهم ان بو دو سكر غلاس يقدر. انا ما عادش ندير فوقهم سكر غلاس عندي كلكو بيستاش يعني بيستاش مرحي حبيت باش نمد شويه لا كولور يكون شويه دو فيغ داخل مع هدية الصفر والاحمر اللي انا معاه. فوالا ديرو بهذه الطريقه هنا نجبد باك لي بلا لي حندريسي فيهم. بسم الله كما قلت لكم دير شويه بيستاش فوالا طارتو لا دوسور تاعنا راهم واجدين. كيما شفتو معانا حضرنا ان سابلي بغوطون سامبل درنا اون كريم ديبلومات من الفوق درنا افيك لي فروي روج. كيما قلت لكم لي فروي روج هادي لا بارتيكولاريتي تاع لا طارت لازم يكونوا فيها لي فروي روج. دوك كل واحد ولو شوا تاعو وكل واحد وشو متوفر. حنا توفر لنا اليوم لي فريز ولي سوريز درنا بهم. كيما قلت لكم اللي عنده الميرتي اللي عنده لي فرامبواز يدير واش يحب. ان شاء الله تكونوا بك تبعتوا معنا طريقه التحضير وتجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم تلاقاو في حصه قادمه ان شاء الله. سلام.